بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم. النهاردة بنتكلم عن الصورة اللي بتشوفها دايما على طول في الفلفل، أو المزارع المهمل في الفلفل بيشوفها. المزارع الشاطر الناصح لا يمكن تشوف عنده الصورة دهيا. الصورة دهية التجعد بتاع أوراق القمة النامية في الفلفل، وده طبعا بيكون تأثيره من الحلم الدودي. الحلم الدودي هو اي حاجة زي العنكبوت الاحمر كده، ما تشغلش بالك بقى قوي، ولكن يهمني قوي انك تبقى عارف المنظر وتعرف تعالجه ازاي. تمام، ده الصور اللي حضراتكم شايفينها دي حلم الدودي. طبعا بعيد عن الفيديو، الفيديو ده هو متصور من الجزائر، مبعوت لنا يعني، وبنشكر الاخ اللي بعته لنا من دولة الجزائر. الصور اللي حضراتكم بتشوفوها دي الصور الثابتة، دي الحلم الدودي في الفلفل، أو تجعد القمة في الفلفل. طبعا هم تجعد أوراق الطماطم ده بسبب الذباب البيضاء. تمام، تجعد القمة في الفلفل بقى ده اللي بيعمل ده بمثابة واحد عمل أو سحر النبات. تمام، سحر النبات بمعنى ان هو دخل المرض اللي هو الحلم الدودي ده، هو بيطلع على القمة النامية بوقفها خالص، وبيعمل تهيجات في الاوراق كده هو زي ما حضراتكم شايفين، وبيعمل يعني بيعمل اضرار ميكانيكية زي ما انت شايف كده، لدرجة حتى انك لو الفلفل عندك مزروع بره قد تشك ان في اضرار ميكانيكية بسبب رياح محملة بالرمال والاتربة هي اللي عملت المنظر ده. طب لما احنا بنكون في البيت المحمي بقى ايه اللي بيحصل كده؟ لا، الناصح بيشخصه على ان هو الحلم الدودي. فده الحلم الدودي يا جماعه اللي قدامكم ده، وزي ما قلت لحضراتكم هو زيه زي العنكبوت. طيب، بس العنكبوت يمكن يكون هادي عنه شويه، بمعنى العنكبوت ممكن يبقى في الورقه السفليه، ممكن ياثر على جزء في النبات وبسيب جزء الثاني، اما ده بيطلع على الرقبه، بيطلع يخنق النبات زي ما بتكون بتخنق واحد، سبت جسمه كله ورحت خانقه، فلما بتخنقه خلاص بيتوقف عن كل شيء. هو النبات الفلفل كده مجرد ما بيجي له الحلم الدودي بيبقى زي اللي اتخنق، وبتشوفه بالمنظر اللي قدامك ده هو على طول. خليك فلاح ومزارع ومهندس شاطر، واول ما تشوف المنظر ده اعرف ان هو حلم دودي. طيب، الوقايه من الحلم الدودي ايه؟ اولا الشتلات بتاعتك لابد تكون طالعة من المشتل سليمة، وإذا ما كانتش سليمة في المشتل يبقى المهندس أو المزارع اللي ما قدرش يسيطر على 10 15 20 ألف صنية في حيز من البيت واتصابوا بالحلم الدودي هم لسه في المشتل، ده يستاهل دان تهاون ولا صاروخ يشيله ويريحنا منه أساسا، لأنه أساسا وجوده يعني يضر المجتمع مش يفيده. تمام، فلازم الشتلة بتاعتك تكون طالعة سليمة. تمام، طب واحد الشتله طلعت عنده وما فيها عنكبوت وفيها الحلم ده هو وعايز تتاكد منها، تمام، قبل ما تنزل الشتله بتاعتك تمسك برميل تحط فيه 50 لتر ميه، او طشت كده تحط فيه 50 لتر ميه وتحط عليهم 25 سنتي فرتمك، وتغطس الصينيه بكل اللي فيها، بالجدر بالسخب كله بالاوراق كله، غطسها كده وطلعها 10 15 دقيقه او ساعتين قبل الزراعه، وتزرع على طول، هيخلصك من القصه دي. طيب، اذا كان بقى في الحقل المستديم تعمل ايه؟ برضه هو العلاج بتاعه من الاول للاخر، لو شويه كبريت مكروني باقل ماده من الابامكتين، اقل ماده وارض ماده فيها ابامكتين، هتخلصك من القصة ديت لو كل 15 يوم أو كل 10 أيام رشت كبريت مكروني مع الحاجة زي الأبامكتين مثلا، مش الشالينجر أو الحاجات اللي فيها الأبامكتين، مليون مركب. تمام، طيب إذا جه المرض بقى يا جماعة، إذا جه المرض لازم تتدخل بالفرتيمك، مش فرتيمك بس، فرتيمك ومعاه كمان مادة حشرية. تمام، ليه؟ تتوقع ممكن يكون تربس مع جاسد مع ذبابة بيضة مع العنكبوت الأحمر. ترش النهاردة فرتمك مع مادة حشرية شديدة، صيبة مزرين لمباضة حاجة تانية محترمة، ترش تغسل النبات غسيل، واللي يرش لازم يوجه البشبوري عمودي على القمة النامية بتاعت الفلفل، بحيث ان هو المشكلة كلها بتبقى فوق في القمة النامية بتاعت الفلفل، وبدمر الأوراق الحديث أو الصغيرة اللي فوق في القمة النامية. تمام، دي بترش يوم
فوت كمان يومين وترش على اليوم الرابع، ترش رشة تمام، انت كده رشيت واعتقد ان شاء الله تكون الدنيا كويسة وخلص معاك الحلم الدودي. طيب الدنيا عندك واقفة، لازم تتدخل بعناصر بقى مغذي. ما هو انت ده كان يعني النبات واقف ومخنوق، تمام، شلنا الخنقة اللي عليه. طيب الرجل اتأثر النبات كله بالخنقة دهيت لكم يوم كده، فعايزين ننشطه تاني. ننشطه تاني بايه؟ سيبك من جبريلك والكلام الفاضي اللي عمالين يملوا دماغكم بيه، انت لو مظبوط من الاول مش هتحتاج لاي حاجه من العك اللي بعكوا فيه ده، تمام؟ لو العناصر عندك مظبوطه، ولو الماده العضويه بتاعتك كويسه، ولو بالري والتسميد عندك كويس، هتلاقي الامور ماشيه معاك مظبوطه، مش هتحتاج القرف اللي عمالين بيقولوا عليه وزهقونا بيه ده كل شويه، المركب الاسباني، المركب العلاني، المركب الترتاني، حاجه يعني تخبل كده، والله ما والله اقسم بالله ما بستخدم الحاجات دي خالص خالص. إلا إن كان سقية كلباك بس في الشتاء للجذور بس، غير كده ما عنديش أنا الكلام ده خالص. فاهمني؟ ليه ماشي من الأول بخطوات مظبوطة؟ عشان ما تعبش نفسي. بعد كده حضرتك تعمل إيه؟ بعد حضرتك أنت عندك المشكلة دي، هتجيب أحماض، رشة أحماض أمينية مع عشرينات محترم، وليكن في مصر في مركب اسمه ستيمافول محترم. شفت انا بقول لك ايه؟ مركب بتاع شركه شوره، ما تقوليش بقى انا ببيع، انا في السعوديه ومش فاضي اساسا لا لمصر ولا بنزل مصر الا اجازات، فما تقوليش انت بتبيع، انا لا ببيع لحد ولا حد اصلا بيخطر في بالي يعني، تمام؟ مركب الاستيما فول ده محترم جدا، لو جبته مع احماض امينيه تمام وخلطت الاثنين مع بعض وترش رشتين ثلاث اربع رشات ورا بعض بقى، هتلاقي الدنيا ابتدى يشتغل معاك الفلفل تاني اذا كان الجو ملائم وانت في الصيف. طب في الشتاء صعب يرجع النبات لحالته الطبيعيه تاني تمام، الا اذا دخل عليك شهر مارس والمرض ده هو بيصيب الفلفل في كل الاصناف بتاعته، كان فلفل الوان او رومي او شطه او حريف او الجن الازرق، المرض ده هو بيصيب الحاجات دهيت. بنشكر حضراتكم وبنتمنى انكم تكونوا استفدتم. شكرا حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.